ايه ده؟ مش انت اللي كنت في الشركة السوق؟ الله، واضح ان الموضوع اعجاب بقى ولا ايه؟ انت مش كنت تقولي انك معجبة؟ وبعدين هنعمل ايه في المصيبة دي دلوقتي؟ بس نوصل الاول، وبعدين انا عندي ترتيب كويس. ممكن اعرف انا فين وانت عايزه مني ايه؟ طيب ممكن تهدى بس شويه؟ انت شايفاني مجنون وبكسر في البيت. اسكت بقى، اسكت لغايه لما نعرف هنعمل بيك ايه. هو انا وقعت في عربيتك؟ ده انت اللي خطفاني. مين دي؟ مين دي؟ خدتي منه الموبايل وقفلته. انتوا خطفاني عشان تتكلموا في الموبايل؟ نابوك على شونه، ما فيهوش رصيد. احنا محتاجين لك في مسألة إنسانية. وإيه علاقة السكينة بالإنسانية؟ ارمي السكينة يا سالي. إيه ده؟ إحنا آسفين قوي على الطريقة اللي سالي جابتك بيها، بس أنا واثقة ومتأكدة إن أنت هتفهمني وتحس بيا. أحس بإيه بالظبط؟ أنا ملك بنت أدهم الشاذلي. إيه؟ صدق اللي قال ابن الكلب عوام. معلش، معاك حق. أنا عرفت إنه بهدلك وطردك من مكتبه زي الكلب، وهو السبب برضو في اللي انا فيه دلوقتي، بسبب بخله وجشعه. انا عاجزه زي ما انت شايف، ما بقدرش اجيب لنفسي حتى كوبايه الميه. عارف، انا من سنتين بس كنت اقدر اجري، امشي، اقف، اتنطط، ارقص، اركب عجل. وفي يوم من الايام كنت مسافره اسكندريه عشان افتح الملجا بتاع الايتام، ولما حسيت ان انا هتاخر عن الميعاد سقت باقصى سرعه. ما تهدلنا النور ده شويه لو سمحتي، ما تاخذيش. هي العروسه اسمها ايه؟ سالي. طب شويه شاي بلبن. ماشي. كنت ماشيه على 220 وفجاه لقيت قطه بتعدي الطريق. قطه؟ وكان في بنت صغيره بتجري وراها وكانت بتعيط، فما كانش قدامي غير اني احود بسرعه. العربيه اتقلبت بيا، وكل ده عشان انقذ البنت طبعا. طب والقط؟ راحت ضحية البنت، ومن ساعتها وانا فاهم مشلولة، وما بقاش ليا في الدنيا دي غير الكرسي ده والهيدفون ده عشان يسليني. طيب انت عايزة مني ايه بالظبط؟ هفهمك، في عملية لو عملتها ممكن امشي تاني. وانت عايزاني انا اعملك العملية؟ لا، انا عاوزة فلوس مني. انا اخر 200 جنيه كنا هننجز بيهم البيت، وبعدين انا لسه من شويه. اصبر شويه. ايه ده؟ انا اسفه قوي يا رشدي، اصل على قد بابا ما هو غني على قد ما هو بخيل. تخيل يا رشدي مش عايز يدفع لي تكاليف العمليه. اخس. ايه ده؟ طيب انا برضو وضعي ايه في رحله العلاج دي؟ انا مش فاهم. هفهمك، احنا لو ما كانتش ضايقك يعني احنا فكرنا انك تخطفني. نعم، ده انتوا اللي خطفيني. لا لا لا، زي ما ملك بتقولك كده، انت تخطفها وتطلب من باباها الفدية، وناخد احنا الفلوس وملك بقى تعمل العملية. انتوا اكيد بتهزروا. لا بجد بجد. واشمعنى انا يعني اللي اخترتوني؟ لاني اتورطت فيك وقريت اسمك من الكارت اللي كان مع سالي، فالقدر اختارك من بين كل المصريين. ما انا مش مصري. انا من منيا القمح. لا، ما هو من منيا تبقى مصري. والنبي يا فرحتي، افرضي ابوك يبلغ البوليس. مستحيل. ليه؟ معوش نمرته. بابا بيخاف على سمعته قوي، وهيخاف الخبر ينتشر في الجرايد، وعمره ما هيعمل كده. طب لو ما وافقتش؟ يبقى عمري ما همشي على رجليا تاني، والشلل ينتشر في كل جسمي. ينتشر ايه؟ هو حصبة. خلينا في الموضوع، قلت ايه؟ طيب فكوني وسيبوني 3 دقايق مع نفسي افكر. فكي يا سالي. فكيني يا عروسة. خير يا ادهم بيه؟ ده انت مصحيني من النجمه. رشدي اباظه خطف ملك بنتي يا متر. رشدي اباظه؟ طب دي حاجه كويسه خالص. ايه كويس اللي فيها؟ هو خطفها تمثل معاه؟ بقول لك خطفها خطفها. رشدي اباظه مين يا فندم؟ الواد اللي انا طردته من المكتب، اكيد خطفها عشان ينتقم مني. هعمل ايه يا متر؟ يبقى لازم نبلغ البوليس. لا، ما اقدرش ابلغ، لو بلغت ممكن قوي يأذيها. اوعى. انت قافل التليفون ليه؟ هو هيهرب منك؟ مالكش دعوة انت. ايوه يا ادهم بيه،
انا جمعت الكارت وفي التليفون وفي العنوان. ايه ده ايه ده؟ الشارع اللي انتشر ولا ايه؟ احنا فين هنا اهو؟ في ايه؟ احنا في الساحل الشمالي. وهربتوني بره مصر ازاي؟ الساحل الشمالي دي في مصر برضو؟ ايوه الساحل الشمالي بتاعت مراقية مارينا. ايه؟ مارينا؟ مارينا بتاعت الاغنية؟ ايوه. طب ده كلام يا جدعان بس، ده كلام يعني؟ ايه بس في ايه مالك؟ الواحد لا جاب معاه مايوه ولا عوامه ولا اي حاجة. مايوه ايه وعوامة ايه؟ ما تخلصنا بقى. طب هي الحكايه دي هتاخد كام يوم؟ بالكتير قوي يومين. ليه؟ ما نقفل الاسبوع بقى. هو انت جاي تصيف؟ ما تخلصنا بقى. قررت ايه؟ موافق. وانا هعوضك عن اي خساره، اول ما ابويا يدفع لك الفلوس هديك اللي انت عايزه. لا اذا كان كده انا عايز 2000 جنيه انكس بيهم البيت. هرجعهم لك. هنايم اغسل وشي. يا ريت لحسن الدبان ابتدى يتلم. صدق شكلي هرتكب جريمه. يا واد بتاع السكاكين انت. وانا كمان هقوم اغير هدومي. ايه هتقومي؟ اه هروح اغير هدومي. عندك مانع؟ لا لا. طب اوعى عشان اروح اغير هدومي. لا. زهقت من التكتيفه دي، مش قادره افضل قاعده كده. انا هفضل تحت رحمه الواد المعفن ده؟ يا شيخه حرام عليك، ده شكله غلبان قوي. وبعدين ما تحمدي ربنا انه وافق اصلا. غلبان؟ ده شكله لئيم جدا، مش بعيد يكون طمعان اصلا في الفلوس. مش فاكره لما طلب مننا ال 2000 جنيه؟ على فكره احنا مش لازم نطمن له، احنا مهما كان بنتل لوحدنا. معاكي حق. انت بتعرفي الحاجات دي ازاي؟ انا بفهم النوعيه دي. بقول لك ايه، انت متاكده ان ما حدش هيطب علينا هنا؟ ما تخافيش، ما حدش بيجي هنا غير في الصيف بس. انا هسيبك شويه. هتروحي فين؟ اجيب اي حاجه ناكلها. طب استني انا نازله معاكي اما اشوفه بيهبب ايه. يلا ايه ده؟ الحق بصي فرش الدنيا ازاي. على فين يا شراني؟ هروح اشتري حاجه ناكلها. طب كويس قوي، اجي معاكي عشان انا عايز اشتري شويه حاجات. لا مش هينفع تروح معايا عشان هي رايحه تجيب لي حاجات حريمي. طب هروح معاها ومش هبص. ايه ده وتسيبني لوحدي؟ طب افرض يعني انا عوزت حاجه. هتعوزي ايه بس؟ ما هي كل حاجه مترتبه وزي الفل اهي، مش هنتاخر. طيب يلا. ألاقيش معاكي نقطة فازلين ولا حاجة أحطها عشان؟ لا ده هو كده حلو قوي بجد؟ يا ربي يا ساتر. ايه ده؟ ايه اللي رجعك؟ انا قلت ارجع عشان لو حبيتي تعديلي الاريال. ميرسي قوي. طب ممكن بقى تظبطه لي يعني من فوق؟ اكيد ده لعبتي. فوق اهو. طب بسرعه. لا لا ما اعرفش سعادتك راح فين. ده حتى ما جاش في ميعاده النهارده. ده انا حتى قلقانه يكون جرى له حاجه. طيب لما رجع من عند ادهم بيه الشاذلي ما شفتيش البنت دي معاه؟ مين دي؟ يا سلام، ومالك بتقرفي قوي كده؟ دي بنتي اللي خطفها. ايه؟ خطفها؟ انت متاكد انه خطفها؟ ايوه متاكد. ليه؟ عشان انا طردته من الشركه. والله علي ياسر رشدي بيعرف يخطف ويغتصب، ما انا كنت قدامه. ايوه بس انت تيجي ايه جنب بنتي؟ بصي في الصوره كويس. شفتها. بصي يا ادهم بيه، انا هقول لك الحقيقه. اصل حضرتك قساوت عليه قوي في الشركه، ورشدي ده ولد حساس وطيب، جه هنا منهار.
قعد يسكر ويضرب بانجو، وانا حاولت اهديه ما عرفتش. زقني قال لي وديني وديني يا وادي ادهم، بلقهرك وقطع قلبك على بنتك. قال يا وادي ادهم مش مشكله مش مشكله، بس هو والله ولد طيب وحساس. في صوره كده لسه. هو احنا هنكلم ابوكي ولا هو اللي هيكلمنا؟ هيكلمنا ازاي بس؟ هو مين اللي خاطف مين؟ وبعدين ما ينفعش احنا اصلا نكلمه من على الموبايل، عشان كده ممكن مكاننا يتعرف. جبت لكم فاكهه وجبن، هخش بقى اعمل لكم سندوتشات. برافو عليكي، يلا انزل بقى عشان انا اتخنقت. حاضر حاضر. اكيد كده الصوره جت، بس السلك ده مش عارف ماله. جرالك حاجه؟ لا انا كويس انا كويس. انت ايه اللي وقعك ده؟ انا حسيت ان انا شفتك بتمشي. على فكره بمشي، يا ريت يا ريت اقدر امشي، ده انت بس تلاقي تهيؤات من الوقعه. يا لهوي. معلش تعالى وانا اغير لك هدومك بدل ما توسخ الفيلا. هدومي كلها طين. يا نهار اسود. الحمد لله النضاره سليم. ايه ده التلفزيون اتظبط؟ ايه ده؟ مين الممثل ده؟ ده رشدي عباظة. هو ده بقى يا رشدي. كل ده بتغير يا رشدي؟ لا اصل كنت باخد دش خلاص خارج اهو. ايه ده ايه ده؟ ايه وحش؟ لا بالعكس ده حلو قوي، علاماتك مظبوط. لا ده واسع من السد شويه على فكره. في انت بتضحكي على ايه؟ انا مش قادره اتخيل وانت بتكلم ابويا وانت بالمنظر ده. ايه وابوك انا خايفه ولا ايه؟ ما تقلقونيش بقى. يعني مش مشكلة، هو انا هكلمه في التلفزيون. طب يلا يلا. طب ساعتك احنا هناخد اجراءاتنا وهنعمل اللازم، بس تحذير هام، اوعوا الخبر ده ينتشر عشان الواد ما ياخدش حذره وما نعرفش نعمل حاجة. احسن برضه، انا شخصيا مش عاوز فضايح. طب ساعتك لو اتصل نقول له ايه؟ اعرف منه هو عاوز ايه وبلغنا بطلباته اول باول، وحاول تتصل بيه انت كمان. جايز يفتح موبايله ولا حاجة؟ مش مشكلة، انا حستناه لما يتصل هو براحته. بس اهم حاجه السريه التامه. حاضر نستاذن. السريه التامه. حاضر حاضر. هشام باشا